السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. وانتم كتابعوا معايا الفيديو ان شاء الله ديال اليوم. غادي يكون واحد الكيك اللي صحي، ما غاديش نستعمل فيه لا الفورص لا الدقيق الابيض لا السكر. غندير واحد المكونات بساط اللي عندنا في الدار، الحلاوه طبيعيه، وغادي نديروا القمح بالنخاله الرقيقه ان شاء الله. كيجي رطب صراحة وكيجي رائع. الأخوات اللي مهتمين بالأكل الصحي مرة مرة كنبغيو نديرو شي حاجة زوينة على حقها وطريقها إن شاء الله. مقادير بساط كما كتشوفوا معايا، تقدروا ديروه في المول دائري أو المول هكذا طويل، كيجي التقطيع ديالو سهل. غادي ناخد واحد الكاس ديال الطحانة، غادي ندير واحد ثلاثة البيضات أو ديرو جوج. وهنايا درت رقدت هنا ما بين التمر والزبيب. شوفوا نتوما العبار اللي غادي ديروا الحلاوه، انا درت واحد 6 تمرات وتقريبا واحد شويه ديال الزبيب، رطبته في الماء سخون وخليته تبرد، وقطعت من قبل واحد البنانه وعصرت عليها حامضه. وهاد المكونات غنديهم نطحنهم مزيان، غنطحن هاد البيض وهاد الزبيب والتمر وهاد البنانه اللي كنت قطعتها وعصرت عليها شويه الحامض. غادي نطحن مزيان ونرجع معكم. هنا من بعد ما طحنا داك المكونات الاولين، غادي ندير شويه الملحه باش نقادو الذوق. بالنسبه للحلاوه كما ذكرت لكم تقدروا تزيدوا تنقصوا. هنا خديت واحد ربع كاس، ماشي نص، ربع كاس ديال زيت الزيتون. صدقوني راه ما كتجيش فيها المذاق مجهده، لان غادي نسم انا بالقرفه. وهنا خديت واحد الخيزو اللي غادي يعطينا واحد الطراوه ولا واحد الرطوبيه لهذا الكيك. كتعرفوا الكيك ديال الجزر شحال مده وحنا كنديروه، صراحه غير كنساوه. بالنسبه للوليدات ملي هكذا كيعجبهم هذا المزيج ديال هكذا خيزو، كتعرفوا هو حلو كيعطي واحد المذاق زوين. وهنا القرقاع خديته دوزته في المقله شويه وهرمشته هكذا، وهو غادي نخليه من بعد نخلط هاد المكونات. هنا بالنسبه للطحين انا درت هذا حيت ليه غير النخاله الغليظه ديال القمح هكذا ديال الدار، حيت ليه النخاله الغليظه وخليت بالنخاله الرقيقه. وهنا بالنسبه اللي غتنسمو به، بغيتو القرفه نسمو بها، ما بغيتوش القرفه ولا ما كتعجبكمش، ديروا القشور الحامض او ديروا الفاني. طب الفاني كيجي زوين، ولكن المزيج ديال البنان وديال الخيزو وديال الاخوات ما عرفوش خيزو الجزر والقرقاع كيجي مع القرفه رائع. العشاق القرفه، كاينين الناس ما كيبغيوهاش، لكم الاختيار. صافي هنا غادي نخلط المكونات، غادي نزيد تدريجيا الطحين. وكما كتعرفوا الدقيق ديال القمح هو راه كيشرب، ما غاديش ندير دقه واحده، غادي نبقى نزيد تدريجيا. وغادي نشوف، لان الاختلاف تيكون في الحجم ديال البيض. وهنا بالنسبه للقرقاع كما كتشوفوا غادي نخليه كمرحله الاخرى، عاد نحطه باش يتخلط ليا مزيان. هنا حاولوا القرقاع، ولا ما بغيتوش ديروا القرقاع ديروا الكوك وديروا اللوز، المكسرات اللي عندكم. الا ما كانش تقدروا تستغناو على المكسرات تيجي رائع، غير بداك المزيج ديال الجزر خيزو مع داك الحلاوه اللي درنا ديال التمر كيجي رائع. وهنا بالنسبه للخماره اللي كانت عندكم بيكربونات، انا كندير هذه ديال الماكله كتكون كتباع عند لوازم مثل الحلويات. كندير واحد هكذا معلقه ما عمرهاش صغيره، هذه المعلقه الصغيره ديال خدوا غير راس المعلقه. وغادي ندير عليها شويه ديال الخل باش يكون واحد التفاعل. ما عندكمش دير واحد الخماره الحلوه. وهنا في هذه المرحله راني شعلت الفران وغادي نحاول نخلط. كما ذكرت لكم تقدروا ديروه في هكذا في المولات الصغار، ديروه في المربع كما بغيتو نتوما تشكلوه، كيجي رائع. الكيك زعما صحي. هنا كما كتشوفوا راه القمح هو راه كيشرب، ما تحاولوش تكثروا اكثر من القياس. والقمح راه ما كيجيش بحال الفورص هكداك، تشوفوا داك السائل ولا داك الخليط ديالكم بحال الالاستيك بحال كيتجبد. هذا ديال القمح راه تيكون هكدا ما كيهبطش مره واحده، كيبقى كتل، لان ما فيش داك الالاستين ديال الفورص. صافي هنا غادي ندخلو الفران وغادي نرجع معكم. درت لي واحد التزيين لي بسيط بداك الشيء اللي عندي. كانت عندي واحد الكميه ديال الشوكولاته الاسود، داك الشوكولاته اللي تيكون 70% ديال الكاكاو، ما بغيتش نكثر ليه الشوكولا.
الا بغيتوه تغطسوه كله في الشوكولاط ولا تخوي عليه الشوكولاط لكم الاختيار. انا غير تبت عليه القرقاع كنوع من التزيين باش نبقاو في الجانب الصحي، درت ليه شوكولا اللي تكون شويه مره وكتزينوا بالقرقاع بقطع هكذا عندكم. الا ما عندكمش تقدروا ديروا غير هكذا الخيوط ديال الشوكولا تخليوه كما كتشوفوا كيجي رائع رطب. وهنا ضروري انا نقطع معاكم باش تشوفوا داك المزيج، صراحة جا بنين. انا كتعجبني القرفة وكما كتشوفوا غادي نحاول نشد لكم الداخل ديال الكيك تيجي رائع، وداك الخيزو حتى هو كيعطي واحد الرطوبية هكذا واحد طريف تاكلوه كتعرفوا شنو كليتو، تيجي مشبع صراحة. تقدروا غير تفطروا به يديكم تل الغداء ديالكم ان شاء الله، ولا تحطوه لوليداتكم علاش لا، يولفوا قضية. غير بنادم يولف الحاجة الصحية والمذاق العادي بدون سكريات. نتمنى الفيديو يعجبكم، الى فيديو اخر. خليت لكم الصحة والهنا.